الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في خليج غرناطة في ريف حمص الشمالي، اليوم الخميس بتاريخ 21/2/2013 سقطت هذه القذيفة على إحدى منازل المدنيين نتيجة القصف العشوائي من قبل قرية كفرنان الموالية للنظام. طبعا هذه القذيفة كان القصد منها استهداف المسجد هذا. نتيجة هذا القصف أيضا تم قطع شرطان الكهرباء وهي عمال الصيانة تقوم بصيانة هذه. هذا القصف أدى إلى دمار في المنازل. الله أكبر ولله الحمد. نتابع أيضا جولتنا في هذا الحي الشمالي من قرية غرناطة الذي تعرض لقصف همجي ووحشي من قبل شبيهة كفرنان الموالية للنظام. طبعا هذا الحي تعرض لقصف كثيف جدا 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 بسبب كثافة عناصر الجيش الحر في هذا الحي. هذه أيضا كبال الكهرباء تضررت بشكل كامل. الله أكبر.